ينضم إلينا الآن عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني الأستاذ فهد الجبوري. أهلا بك أستاذ فهد. إذن بعد أن انتهت مفوضية الانتخابات من العدوى الفرز اليدوي في بعض المحطات والنتائج جميعها مطابقة للنتائج الإلكترونية، يعني ألا زلتم تعولون على تغيير هذه النتائج؟ وما هي الآلية المقبلة لكم في مقبل الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نتحدث عن هذه الانتخابات والخطوات التي ستلي ما بعد المصادقة على هذه النتائج. لا ننسى أن هناك رفض كبير لهذه الانتخابات ولهذه النتائج التي خرجت هذه المفوضية بإدارتها بمجلس مفوضيها، بالحكومة أيضا كانت شريكة بهذا الشأن، خرجوا بهذه النتائج. فبالتالي هذه النتائج إلى حد الآن غير راضية إلى العديد من الأحزاب السياسية والتي تشكل أعمدة النظام السياسي في العراق، غير راضية إلى نسبة كبيرة من العراقيين الذين خرجوا إلى مظاهرات في جميع المحافظات العراقية، وإن كانت مختزلة في بعض المحافظات، ولكن هناك نية لتصعيد خلال الأيام المقبلة بشأن هذه النتائج. في حال تم تصديق هذه النتائج فنحن سوف ندخل في مرحلة مظلمة من تاريخ العراق. أنا أعتقد سوف نرجع إلى مربع الأول، سيكون هناك العديد من المفاجآت مستقبلا في حال مصادقة على هذه النتائج. هذه النتائج التي ستسبب الانقسام المجتمعي، التي سوف تسبب الاختزال داخل المجتمع العراقي، صعود أشخاص هم لم يختاروا من قبل المواطنين وعامة الشعب لمجلس النواب بهذه الآلية، بهذا التواطؤ، بهذا التدخل. وبالتالي هاي كلها مسببات لأن ندخل نحن الآن في خضم حرب أهلية مقبلة. طيب هذا شيء واضح على الساحة السياسية. يعني كل من النتائج التي رفضت، هناك آليات وأساليب قانونية والجميع ينادي بهذه الطرق والأساليب. أنتم قدمتم الاعتراضات وقدمتم الأدلة، وبالتالي يكون هناك رد من المفوضية أو ربما من لجنة المفوضين. يعني كيف يتم التعامل؟ هل من الممكن كما ذكرت بأن تكون هناك ربما خطوات تصعيدية، هناك مطالبات بإعادة ربما العملية الانتخابية بأكملها كما نسمع من البعض؟ لا، بالتالي عندما تحدثنا عن تقديمنا للطعون إلى المفوضية، نحن مع علمنا أن المفوضية لن تفعل أي شيء تجاه هذه الطعون، نحن لدينا علم بهذا الشأن. يعني هي إذا كانت المفوضية في حال تقديم الطعون وجميعها خرجت مطابقة كما حصل في النظام السابق، في النظام البعثي كانت النتائج تأتي بنسبة 100% من التصويت شخص الرئيس حينها. فبالتالي الآن أيضا نلاحظ النتائج الانتخابية أيضا النسبة مطابقة في كل المحافظات وفي كل المحطات، في المحطات التي تم تغيير أو الطعون التي قبلت في هذه المحطات. أنا لدينا ثقة عالية بأن الصناديق تم تغييرها خلال الفترة السابقة. بعد 8 أيام نلتجئ الآن إلى أن نعيد العدوى الفرز في بعض الصناديق. لا ننسى أننا قدمنا دلائل بأن صناديق الاقتراع قد تم إغلاقها بعد 3 أيام، ليس كما كان محدد في الساعة 6 عصرا لانتهاء المفوضية في حينها. لا نعلم 3 أيام ما الذي حصل في هذه الصناديق، هل تم تبديل الأوراق، هل تم اختراق بعض الأجهزة. فبالتالي هاي الأمور المفوضية تجاوب عليها، ولحد هاي اللحظة ما جاوبت المفوضية. ونحن كتحالف قوى الدولة بادرنا بالحديث مع رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وكذلك بعثة اليونامي في العراق، قدمنا لهم بعض الأمور الدلائل الموجودة، ولكن لم يصلنا أي جواب من كل الذين تم تقديم هذا لهم. فبالتالي هاي الأمور اللي قدمناها تبين الاختراقات الموجودة في هذه المفوضية، تبين الدلائل التي أشرناها على عمل المفوضية. طيب، وعندما نتحدث عن هذه الدلائل وهذا الاختراق لا نتحدث فقط كقوة دولة، هناك عشرات الأحزاب التي أقصيت عن العملية السياسية بفضل هذه المفوضية ونتاجاتها وبعض التدخلات الخارجية، هذه معلومة. فلذلك التصعيد مستقبلا هو وارد على الساحة السياسية. هاي أصوات طيب ناس عراقيين سرقت، فبالتالي كيف نعم ترضون لي أستاذ فهد التصعيد بأي طريقة؟ يعني ذكرت في سياق الحديث بأن هناك تصعيد وهناك ربما ستكون يعني تهديد للسلم الأهلي، هناك ربما يعني تكون ذكرت بأن تكون هناك حرب أهلية. يعني إذ لم يكن هناك رضا عن هذه النتائج من قبل المعترضين، المحكمة الاتحادية بالتالي يعني أيام قليلة ومن الممكن أن تصادق على هذه النتائج، الأمور إلى أين متجهة؟
يعني بالتالي أتحدث كقوة دولة أو نتحدث كإطار تنسيقي، قلنا أن الطرق القانونية والدستورية هي التي سوف نتبعها، لكن كما تعلمون جنابكم أنا أتحدث كسياسي حزبي، أتحدث كحزب سياسي مكون سياسي، لكن أنا ما يمكن أن أضمن الآن الجمهور العراقي ما هي ردة فعله. الجمهور الكبير لأكثر من 15 حزب سياسي، لا أحد يستطيع الآن أن يثبت أو أن يحاول الحفاظ على جمهوره وما هي الخطوات التي سوف يتبعها. هذا اللي نتحدث به، هذا اللي ما نرضى. نحن لا نرضى أن يكون هناك صدام مع الحكومة، لا نرضى أن يكون هناك اقتحام لبعض المؤسسات الحكومية أو المناطق المحصنة. بالتالي نحترم القضاء العراقي، لدينا أمل كبير في القضاء العراقي. موضوع آخر، قلنا بأننا منذ البدء لن نتخذ أي أسلوب هو غير الأسلوب القانوني والدستور والحق القانوني لأي كتلة سياسية في إبداء الاعتراضات، ولكن ما هو الضامن لمصدر السلطات وهو الشعب بأن يفعل أشياء مستقبلا؟ هذا الذي نتوقف عنده جميعا. طيب. بالتالي هي أصوات مسروقة لمواطنين لا نعرف. يعني في السابق مجلس التنسيقي بادرنا قدر الإمكان أن نخفض من التصعيد للمتظاهرين في عدم اقتحام المنطقة الخضراء. الآن لا يمكننا، الآن إن تحدثنا فالصوت الآخر هو لن يقبل بهذا التحدث وسوف تكون هناك خطوات. فبالتأكيد طيب، هذه هذا الموقف الآن. أستاذ فهد، هذا الموقف هو موقف للإطار التنسيقي أم ربما كما هناك يعني أنباء عن تشاضي أو عدم توافق ما بين من هو تحت طاية هذا الإطار، الإطار التنسيقي، وبالتالي هذا ربما ينعكس أو يؤثر على شكل التفاهمات؟ لا، أنا أؤكد لجنابكم والمشاهدين، الإطار التنسيقي متماسك إلى أبعد الحدود بقراراته التي يتخذها، بأولوياته، باجتماعاته، بتنسيقه العالي المنضبط مع كل الكتل السياسية، ونتحدث عن كتل سياسية أخرى لمكونات هي أيضا سوف تنضوي ضمن هذا الإطار التنسيقي لا وجود لأي تشظي. وللتأكيد أيضا بأن هذا الإطار التنسيقي لم يبادر أبدا بمفاتحة أي كتلة من الكتل السياسية الفائزة والتي حصلت على أكثر عدد من المقاعد بخصوص تقاسم الوزارات أو بخصوص شخصية رئيس الوزراء المقبل التوافقية كما تحدث عنها تقريركم. أنا أؤكد لجنابكم لم يفاتح هذا الإطار أي شخصية من الشخصيات، وترك كل ما يخص التحالفات السياسية والتجأ إلى معرفة سبب هذه النتائج وما الذي يقف خلف هذه النتائج. هذا الذي كان يتحدث به الإطار التنسيقي طيلة الفترة السابقة، يتحدث بالتحالفات السياسية أبدا. طيب. بل لم يجلس أبدا مع الكتل الفائزة ما عدا كتلة سياسية أو كتلتين فقط لتقريب وجهات النظر، ولم يكن هناك حديث عن تحالفات سياسية. إذن هذا يعني بأن للتيار الصدري تفاهمات بحسب المواقف المعلنة مع الكرد ومع أطراف سنية. أنتم يعني بالمقابل من الممكن أن تتوجهون إلى المعارضة وتكتفون بهذا المسار، أم سيكون لديكم موقف يعني لحد من هذه التفاهمات لو سمحت، موقف من التفاهمات مع يعني كإطار تنسيقي مع الأطراف الأخرى، وبالتالي من الممكن أن تشكلون الكتلة الأكبر؟ أختي العزيزة، إلى حد هذه اللحظة السنة والأكراد غير متواصلين مع أي من الأطراف الفائزة. أن نتحدث الآن عن تشكيل حكومة، هسه هذا التشكيل قد يكون بعيد لسنة من الآن، ولكن نتحدث عن أولويات تشكيل هذا المنصب. هو ليس حكرا على كتلة فائزة معينة من هذا المكون، هذا المنصب هو لمكون كامل. نتحدث عن شيعة الإخوان الصدريين ليس حكرا باعتبار أنهم الكتلة الأكبر أو الذين حصلوا على أعلى المقاعد، في حال تم باعتبار الاتفاق أن السنة مع والأكراد من الممكن أن يشكلوا الكتلة الأكبر، وبالتالي ما يستطيعون تأكيد تأكيدات من الأخوة الأكراد والسنة بأنهم لن يتوافقوا مع كتلة واحدة، بل يتوافقوا مع الأغلبية الشيعية. هذه تحصل في كل انتخابات، وهذا استحقاق للمكون الشيعي يتحدث بهذا الشأن. لا يمكن الآن لا للسيد البغزاني ولا للسيد الحلبوسي والسيد الخنجر أن يبادروا بالحديث مع كتلة سياسية فائزة في الانتخابات، فقط يتباحثون مع كتل سياسية متواجدة من هذا الإطار التنسيقي كما نتحدث منه. أخوان الصدريين هم ضمن هذا الإطار سابقا، بالتالي الآن هم مجمدين عن الحضور، جمدوا نفسهم عن الحضور. نعم. أتحدث بهذا الإطار مثل ما حدث في الانتخابات السابقة، هناك كتلة من 7 أشخاص أو عفوا اللجنة السباعية سميت في حينها عن كل الأحزاب الشيعية هي من تختار رئيس وزراء، ليس شخص واحد هو من يختار. نعم. رئيس الوزراء.